وإعداد تقرير متابعة الهدف الرابع من أهداف التنمية المستديمة الذي يركز على ضمان توفير تعليم جيد شامل ذي جودة، بالإضافة إلى إتاحة إمكانية التعلم لجميع المواطنين بالتساوي. أهداف نظمت من أجلها هذه الورشة العملية من قبل وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي بالتعاون مع اليونسكو. إن التزام بلادنا بإعداد التقرير الوطني الطوعي في نسخته الثانية لسنة 2024 للمساهمة في الإطار المرجعي لأهداف التنمية المستديمة، وسيقدم التقرير الوطني وضعية الهدف الرابع من أهداف التنمية المستديمة من خلال 7 أهداف وثلاثة وسائل للتنفيذ، وهو ما سيمكن من تقييم مدى بلوغ هذه الأهداف والوقوف على تقديم الحاصل فيها والنواقص التي تحتاج مزيدا من الجهد، وهو ما سيضمن تحليلا مؤشرات الدولة والعمل على سد النواقص انطلاقا من أجندة الاتحاد الإفريقي لسنة 2063. الحاج موسى جوب منسق وحدة اليونسكو في بلادنا أكد دعم اليونسكو لموريتانيا في مسار إصلاح التعليم، خاصة تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستديمة والاستراتيجية القارية للتعليم، موضحا أهميتها في تطوير نظم التعليم. ركزت عروض الورشة على الاستراتيجيات المطروحة لسنة 2024 لبلوغ الأهداف المرسومة للتنمية المستديمة في مجال التعليم.